محمود الخطيب. ربنا عبد ربه. أمرك يا باشا. جيت لك ولوحدي يا خيري. أهلا بيك يا باشا.
أو كده بقى الدنيا بدأت تحلو. أول ما هنتلاقي مع القرشين التانيين هنتقاسم وكل واحد ياخد حقه. فلوس إيه تاني؟ الله، أنت ناسي إن أبو الهانم مرات الباشا مليونير قد الدنيا، وواجب إن هو يدفع عشان حياة بنته. وده هيحصل إزاي؟ ما حصل يا خفيف، وكلها كام ساعة والبيع هيشرب بشنطته. لا، أنا آخد نصيبي بالفلوس دي وأتكل على الله وكفاية لحد كده. خايف؟ مرعوب. ادوني نصيبي وانا هطلع التوا في اي حته. غالي والطلب رخيص. نصيبك في الحفظ والصون. عينهولك من زمان. هتجيبني يا خيري؟ اللي يخاف ملوش مكان بينا. قوم تجيله. مالك كمان خايف؟ يلا دلني. انت حاجه ثانيه، ما تشبهش نفسك بيه. انت عارف كويس قوي ان انا ما استغناش عنك. احنا الاتنين طلعنا من تحت الارض زي الدول وعشناها بالطول والعرض. بس انا خلاص تعبت، انا بقيت اتعب من بدوي الف مره. واعمل ليه نقدر ببعض عشان ايه؟ الفلوس حقنا رشاد، ودلوقتي الفلوس اللي معانا هتتقسم على اتنين بدل تلاته، انا وانت وبس، ولا حد تلاتنا. هنضرب لنا بصبورين مبلولين ونكت على بره. طول عمرك غدار يا خيري، بس يا ويلك لو غدرت بيا. انا في الجبهه. ازيك يا عطوة؟ ايه اللي رماك علينا؟ مزنوق في حته سلاح؟ لا، جواز سفر مبلول، بضاعه مسروقه عايز نتصرف فيها. انا عايز صاحب الجواز المبلول ده. قصدك مين؟ خيري؟ جبت المفيد. ابعدنا عن خيري، ده واد ابن حرام. ما هو تربيتك الاقيه فين؟ انسى خيري، ما انتش قده. خيري فين عطوة؟ وعلي اللي هتطلبه حدهولك، وانت عارف كلمتي كويس. عاسس ورا البت نعمة. بت مين؟ نعمة الرقاصة. ودي الاقيه فين؟ ده جوه معانا. ما تخافش يا سحانه، انا عارف شكلها كويس. فات عينك كويس، انا هخش عقد المايه جوه، وهي لو خرجت تقطرها تعرف راح فين وتجيني. عينيا يا سحانه. مساء الخير يا فندم. عايز اخدع ترابيزه. لكام نفر يا فندم؟ 10. وهم فين يا فندم؟ ما حبيتش اجيبهم معايا، دمهم تقيل، ما بحبش اسهر معاهم. انا اسف، شرفت يا فندم. Thank you.
نعمة. أنا شربني. علي أنا. خلي فين يا بنت؟ خلي فين؟ كل يوم كل يوم بطلع مزيكا. حنف يا خيري هجم علي وانا برقص في المحل وراسه ألف سيف لا يعرف فين مكانه. من امتى الكلام ده؟ من 10 دقايق وسايباه في ايدين رجاله المحل. اوعي يكون قطرك. هيقتلني ازاي وانا سايباه بيتخانق مع رجاله المحل؟ وانت عارفهم الجن الازرق ما يخلصش من ايديهم. يبقى لازم نسيب البيت ده حالا. وهنروح فين دلوقتي يا ابو مخ ضرب؟ الشارع مالكش رجال. اسمع طلع الرجاله بره وخليهم يفتحوا عليهم والصباح صباح. واحنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ تعالي وانا اقول لك. رجع رجع اشوف بنتي يا خيريه اهمدي وخس الشيطان مفيش وقت. مستحيل لازم اشوف بنتي. يا خيريه البنت بخير انا لسه سامع صوتها بالتليفون. انا هروح اديهم الفلوس وارجع بيها على طول. وانا طمني مشوك انت تخسر فيها فلوس لما تروحش. انا هستخسر نص مليون جنيه في مدي ام مخي طايح واسيبهم يقتلوها. انا مش دعوه جايه معاك. رجع على عينك اشوف بنتي. انا عارف ما خطفوكيش انت ليه. شريف ايوه انا خايفه. ما تخافيش طول ما انا جنبك. وانت في ايدك ايه؟ ما انت متكتف اهو. طب اسكتي بقى سيبيني افكر في المصيبه اللي احنا فيها دي. هو انا مش عارفه اكلمك كده في البيت وانا هنا كمان. من هنا جوه في الازمه. طب روح انت جمعه وما تقعدش بعد الساعه ببلغ البوليس. سحنت ما تقلقش عليا. يلا روح. انا خايفه قوي وقلبي في رجليا. ليه؟ انت مش زهقتي منه؟ بس ده باين عليه لبط ومش سهل. مفيش مخلوق يقدر يعوق هنا. ولاد عمي في كل حته والسلاح في ايديهم. اللي هيخطي برجله في العزبه هيتدفن فيها. امتى الكابوس ده يتذاع بقى؟ كلها كام ساعه وهنكون في السويس. هناخد المركب على اليونان ومعانا الفلوس. هنغنغي كنعمه. هنعيش بقى يا بت. ورشاد وصابت ومراته. اترحمي عليهم. ما هي لا مؤاخذه الرحمه تجوز على الحي والميت. انا خايفه يا موسى. قلت لك اقعدي في البيت ما سمعتيش كلام. وطي صوتك. بقول لك ايه مش كنا قلنا لشريف؟ ما تجيبليش سيره شريف بتشائم. اتاخرتوا ليه؟ هي اللي عطلتني. تطلع مين بسلامتها؟ دي مراته. خيري مش منبه عليك تيجي لوحدك؟ هي اللي شمطت فيا. خد منهم شنطه الفلوس وفتشها. موسى 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 ما تتعبش نفسك. انا هديهولك اهو. اتفضل كل اللي انت عايزه. اخيرا الله. هاتي دول. حاضر. الحرامي الحرامي موسى الحرامي. انا مش عارف كده ده
قعدتوش في البيت ليه لغايه بيتكم هترجع لكم؟ موسى انا هيغمى عليا. فوق يا ولاد يا دمعتوا. حاضر. اي حاسب يا شريف. معلش يا عبله استعملي شوي. أول مرة أحس فيها إنك جنبي حتى ولو غصب عنك. لو كنت أعرف كده كنت جبت لك حبل من زمان وكتفتك. عبلة يا حبيبتي اتجننتي. انتوا راضيين فيا كده ليه؟ ما تترزوا بأي حاجة لغاية البيت ما ترجع لكم. أرجوك يا حلا في البيت ما تسيبناش لوحدينا. يا ولية يا ولية سيبينا الله يخرب بيتك ده وقته. يا شريف ميتين. والله ما انا سائل فيكم خليكم مرزيين كده. يا ابن المجنونة كان ممكن الرصاصة دي تيجي فيها تجيب أجلي. ما تخافش يا باشا أنا كنت بطل ماء في الجيش. مراتك فين؟ خدها خيري من شوية. تعال نلحقها قبل ما يعمل فيها حاجة. امشي نجرب. اسمع لف أنت من هنا وأنا هلف قبلك من الناحية التانية وباخد بالك من نفسك مش كل مرة ما ألحقوش عنك. يلا اتحرك ما تنعش يا ابني. مش من هنا من هنا. قومي قومي سيبني بقى. اسيبك ده انت جواز سفري في وسطيهم. قومي قومي. ما قلت لك خلي بالك من نفسك يا باشا. شكرا يا حبيبي انقذت حياتي مرتين. عشان يطمر بس. أنا هطلع من هنا. ماشي. لو نطقت بكلمة مش هتلحقي تكمليها. مفهوم؟
مقلوب وانت بتعملوا ايه؟ احنا اداب. يلا على البوكس. اي حد هيتدب غلط عليه مفهوم؟ محدش بيكرهك قد يا خيري. الفرصة لسه قدامنا. بينا نهرب قبل فوات الأوان. ودم دوعة. واللي عملته في أخويا أحمد. الحي يبقى من الميت يا أباها. أنت ميت ميت يا خيري. ايه يا حنفي؟ قول اشوف وشك بخير يا باشا. اطمن، انا قدمت تقرير للوزاره وان شاء الله هيخففوا عنك الحكم. هطمن عليك واجي ازورك كل اسبوع. عايزين نقوم معاكوا بواجب. طيب ما تفضلوا معانا تشربوا حاجه. خلي بالك من نفسك يا حنفي، مش عايز اي حاجه؟ ربنا يخليكي. خلي بالك من الباشا، بيحبك. هو نازل صحيح، ها؟ انما ابن حلال وطيب قوي قوي قوي. مع السلامة يا حنفي. إن شاء الله بعد ما أخرج عايزين نبقى نكمل كلامنا. تعال جرب. أنت بتقول لها إيه؟ الواحد ما يعرفش يتكلم كلمتين وأنت موجود. أنت جبتوه معاكوا ليه؟ شوفوا شوفوا خير. شريف شريف، تقبض على الحرامي ده، سرق مني شنطة الفلوس اللي كنت حابدي بيها عقدة. أنت بتقول إيه؟ انا شفته بعينيا وانا عامله مغمى عليا وهو بياخد الشنطه. شنطه فلوس تاني يا حنفي. حنفي فين شنطه؟ حنفي شنطه ايه يا باشا؟ شنطه الفلوس بتاعت حمايه. خدها بيكوا يا باشا من حفظ الصور. في انهي حته يا حنفي؟ لما اخرج حابب اقول لك يا باشا. يا
حادثة سرقة بالإكراه مصحوبة بسطو مسلح، سوابق عديدة ومتكررة. مجموع الأحكام اللي عليه بلغت 40 سنة. رشاد سعيد أحمد، الدراع اليمين لخيري، مصاب بعاهة مستديمة، بلطجي سابق يمتاز بقوته الجسمانية الضخمة، سطو مسلح أيضا. بدأ حياته في طرف كباريهات شارع الهرم. مجموع الأحكام اللي عليه 35 سنة. بدوي عماشة، سرقة مواشي من الأرياف، انضم لخيري ورشاد في عملياتهم الأخيرة واشتغل معاهم كنادورجي ومخزنجي. الثلاثة نجحوا انهم يهربوا من السجن، وفي تاني يوم لهروبهم خطفوا واحدة اسمها دعاء، ولغاية دلوقت مش معروف السبب الحقيقي لخطفهم لها. أبوس إيديكم، خرجوني من هنا، سيبوني أروح. أنتوا عايزين إيه؟ لو البر إيه؟ كنا عاوزنا منك حاجات كتير قوي. إحنا من دلوقتي عايزين شقانا، عرفنا شنطة الفلوس اللي سرقناها إحنا وأخو جوزك حالة فيه، واتسفعنا بسببها سنين طويلة قوي في السجن. يا فين؟ صدقوني، كنت ما أعرفش حاجة على الشنطة دي خالص، صدقوني. عارف يا قلنا عظمة لسانه انه خبى شنطة عند احمد جوزه قبل ما يطير عليه. احمد لو بيعد الصحيح يسلمنا شنطة الفلوس عشان يستلم اتصال ثاني. انا ماليش دعوة، ماليش دعوة. وفي اخر محاولة للقبض على خير ورشاد وبدوي استشهد الملازم مدحت علام. وعشان الصورة تكون واضحة قدام حضراتكم بضيف ان الثلاثة دول ليهم شريك رابع اشترك معاهم في سرقة جواهرجي معروف بنشاطه المريب في تجارة العملة. والغريب ان الجواهرجي ده رغم اعترافه بسطوهم عليه الا انه انكر انهم سرقوا منه اي حاجة. يعني واضح انهم سرقوا منه مبالغ ضخمة من العملات الاجنبية من اللي بيتاجر فيها في السوق السوداء بشكل غير شرعي. ده اغلب ظننا يا فندم. طب وشريككم الرابع؟ لحسن الحظ كان مسجون في سجن تاني، ورغم شراسته وعنفه الا انه محاولش يهرب. والعجيب انه كان قوة حسنة وهو مجند في الجيش وكان من ابطال الرماية، واسمه حلف الأبهة. مش هقولها لك يا حلف. انتوا هتزهقوني في عيشتي ليه؟ هي ناقصاكم. انت برق ليه؟ مبرق لي انا بترعب من اللي برق لي. حنفي انا سعاد الباشا، ثانيه واحده وفضاله. سيبه يا حنف، قلت لك سيبه. من عينيا يا باشا. حبس انفرادي ها؟ ولا هتودوني سجن تاني زي كل مرة؟ اطلع قدامي. قدامي يا حنف. أنا نفسي أفهم، أنت عايز إيه؟ أنا مش عايز حاجة، أنا عايزكم تسيبوني في حالي، لا حد له دعوة بيا ولا ليا دعوة بحد. آه. يعني إيه؟ نبني لك سجن مخصوص؟ والله مش هيخسر، هو على قدك اللي داخلين أكتر من اللي خارجين. حد لقى حتة يتوه فيها الأيام دي؟ وأكرهك معاك. أنت مفيش سجن في الجمهورية إلا ما رحلناك عليه علشان تتهد وبرضه مفيش فايدة. أنا كان عندي 3 مساجين زي الفل، ومن تحت راسك واحد بقى أعور. والتاني انتحر والتالت وديناه سرايا المجانين. نصيبهم بقى كده هنعمل ايه؟ عايز مجموعة أحكام نتحكم عليك بيها وأنت جوه السجن بسبب عمايلك دي بقت قد إيه؟ أنا ما بقتش أعد يا مؤاخذة. 15 سنة ده غير السبعة بتوع قضية السرقة اللي رميتك علينا. ما أنا كمان ما حدش يدوسنا على الطرف، أنا اللي هيكلمني هحط صباعي في عيني عشان أكون فيها إعدام. يعني مش ناوي تجيبها لبره. طب أنا بقى هعرف أتصرف بيك. يا حنف يا عباها.
اديلك 20 جلده قدام زمايله وبعديها يترمي بالتقديم. 20 جلده ليه؟ وانا عملت القلاب ده حتى نقتلها يا باشا. غرور غرور من وشي غرور من وشي. يلا ما تستنى ملحوم على ايه؟ يلا قدامي يعني اتضغطت عليكوا قدامي. ده ايه ضال؟ اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشر. لا بقى دي 15. دي العشرة يا حنف. هو انت اللي بتضرب ولا انا؟ طب ايه بقى دي 17؟ ايه في ايه؟ في ايه ده ايه؟ دي غلط في العدد. انت تسكت خالص. كمل. 10 11 ماشي 12 ماشي 13 طيب يا ولد 14. حيث كده تتشكل فورا فرقة بحث وتتعمل مجموعة تحريات وتتسلم القضية للمقدم شريف بركات من المباحث العامة. هو من أكفأ الضباط اللي خدموا معايا وحيقدر يعمل حاجة في القضية دي. ادوله بأمر مني كافة الصلاحيات اللي يطلبها. كل دول كانوا بيوصلوك انت عملت ايه؟ ولا حاجة. ولا حاجة ازاي؟ انت كان ناقص يمشي قدامك موتوسيكلات وعربية بسرينة. انت تهمتك ايه؟ سياسة؟ قلت لك ولا حاجة. انا ممكن بعد ثانية واحدة اكون خارج من هنا. ليه؟ حضرتك مين؟ الاشكيف؟ لا انا هدعي للشويش وقول له افتح وخرجني هيخرجني. الدور الباقي عليك انت. ممكن تاخد لك تأبيدة زيادة. لا انا خلاص طالع افراد بعد 22 سنة عارف. بس ممكن الزنزانة دي تتفتش ويتلاقى تربة حشيش هنا ولا هنا. ساعتها هيبقى في كلام تاني. قانون المخدرات دلوقتي فيه اعدام مش كده ولا ايه؟ دي تلاقي حاجاتك بقى. هات من الاخر. مقدم شريف بركات مباحث. اهلا وسهلا. حاجه الساعه عربي تلفزيونات كلمني. انا اسمي حنفي اللي قدها. طلباتك خيري ورشاد وبدوي. العيون فين؟ في استعلامات في الداخليه يا باشا ممكن يقولوا لك على كل حاجه. وانا قلت اسم حنفي. براحتك. انا بس حبيت اقول لك علشان ما تسمعش من بره وابقى قصرت في حقك. تقول لي ايه؟ خيري ورشاد وبدوي هربوا من السجن. افتح يا شويش. هربوا؟ امتى؟ وازاي؟ امتى وازاي مش مهم. بالاذن. اذنك معاك. طب اشرب حاجه الساعه. ملحوقه. نسيت اقول لك يا حنفي. خيري ورشاد وبدوي خطفوا مرات اخوك بالاذن. يا باشا يا باشا يا باشا انت عند الباشا يا باشا.
الباشا. ما تضيعش وقتك وقت يا حنفي. عاوز ايه؟ معايا ودي في الكلام، الكلام اخده عطا برضه. طلباتك يا قبها. الكلام اللي انت قلتهولي ده جد ولا ملعوب من ملاعيب المباحث؟ لو عاوز تتاكد بنفسك ما عنديش مانع. مستعد ابعت لك حد من اهلك تساله. عملوها اولاد الكلب. ما خطفوا مرات اخوك ليه يا حنفي؟ هتعملوا معاهم ايه؟ ده احنا بندور عليهم ما تقلقش، هنلاقيهم هنلاقيهم. انا اللي صعبان عليا مرات اخوك الغلبانه، يا ترى عاملين فيها ايه؟ اكيد مورينها الويل يا حنفي. وده اللي خلاني اسالك. الاقيهم فين؟ مش هتعرف توصل لهم. دي عيال فاقدة زي دود الأرض، لا ليهم صاحب ولا مكان. صعب إنك تعرف هما بيفكروا إزاي. لو ساعدتني هوصل لهم. أساعدك؟ أساعدك إزاي وأنا محبوس في أوضة قد الحق؟ يبقى اتفقنا. اتفقنا؟ على إيه؟ هخرجك من السجن لحد ما أقبض عليهم. مش فاهم. أنا معايا كل الصلاحيات. قلت ايه؟ ماشي. ايه ده يا باشا؟ احنا ما اتفقناش على كده. انا ما كانش في بيني وبينك اي اتفاق. من اولها كده. امشي وانت ساكت. ماشي. ايه دي؟ عربية زي ما انت شايف. بتاعتك؟ امال سرقها؟ ولا تنفع تتسرق؟ انت كان حصله ولا بتاع عربية؟ وبعدين؟ انا كنت فاكرك راكب مرشيدس. انا لا حرامي ولا مرتشي. ومش ندمان. اركب انا اصلا مش كاتب. اركب. هنطلع على فين دلوقتي؟ هنطلع على أبدع مطعم في مصر. ناكل لقمة حلوة. ونروش بزازتين بيها. تكونش فاكر اني واخدك افسحك؟ انت اتكلم قول لي دماغك فيها ايه؟ اكل الاول. حنفي اكل الاول. الحريم لسه موجود. الواحد نسي. شش. ترابيزة لو سمحت. بقول لك ترابيزة اتحرك. اعمل همة ترابيزة. انت بتمنع ليه؟ لم. ترابيزة الاثنين لو سمحت. أربعة عشان خدت وجوزها جايين. شش. مش انا يا مدام. ما تحترموا نفسيكوا يا اخي. لا مؤاخذه يا مدام. بلاش اغرف. بيرة تاني يا زوق.
يلا بلاش كلام فاضي، المحل باظ. يلا يلا ياوي كده. انت بنتك ايه؟ بني ادم بس الدنيا عنده معاه وباخد حق بدراعي. حاجه تزعل دي؟ يلا خلصني هنقوم. وطقم البيضه اللي جاي فز. قوم يلا. ماشي يا باشا. متاكد ان العيال مستخبين هنا؟ حط الطبانجه يا باشا. الكذب خيب انا كذبت عليك. امال مجردان وقع على فين؟ خدمه انسانيه مش هنسالك العمر كله. هجي لك ليل ونهار. مش محتاج دعواتك، وفرها لنفسك. اقول لك انا يا باشا، اصل انا ليا عمى غلبانه وحدانيه، رجلي في الدنيا ورجلي في الاخره، وملهاش غيري. هروح اطمن عليها ونمشي على طول، وهكله بثوابه. مين عارف يمكن تدعي لك دعوتين ربنا يكرمك ان شاء الله. قلت يا باشا نجر قدامي ربنا يكرمك. ان شاء الله عمتك التانية؟ لا ده بيت اهل دعاء مرات احمد اخويا. قول لي خيري والعليل اللي معاه خطفوا مرات اخوك ليه؟ علم علمك يا باشا. يعني ايه خطفوها من غير سبب؟ صبرك ايوب، هو اللي فيه ده ما يبطلوش. سينجي سينجي عايزين نخلص المال. التحريات اللي عندي بتقول اللي بقوله لك هو اللي مظبوط. سكتنا جايه هربانه هتبتدي من هنا. قلت ايه؟ ماشي يا حنفي، خلي ورقك كله مغطي بس مسيري اعرفه. ادينا وادينا بتوت العمر. حنفي يا بها، احمد كان بيشتغل معاكم؟ احمد ملوش دعوه باي حاجه، دعوات في حاله. امال جالك منين هو اللي هيوصلنا ليهم؟ احنا هنقعد نحاكي ولا نطلع نعرف منه سكه خير والعيال الصيع اللي معاه؟ ايه يا باشا معناه ايه؟ معناه اني هطلع اتفاهم مع اخوك لوحدي. يلا على البركه، الكوره في ملعبك. بس الواد اخويا مش وش بهدله، خليك حنان عليه. مين معاه فوق؟ لا ده شويه نسوان نساجي.
انت احمد صبر؟ ايوه. شريف بركات مفتش مباحث. انت اللي جبت لنفسك يا باشا. لا ده قفش حرامي فراخ فوق. حرامي؟ اه ونبل حرام كتير. حرام فراخ. وفي ايه؟ لا مفيش حاجه. انت مالك انت ومال الحاجات دي؟ اه انت راجل دماغي متكلفه. شايفين زي الفل. شوف ده بقى فحميتين وحجرين كده على مزاجك. ها عينيا انا متهيألي سامع نسوان بتصور. ده ما تشغلش دماغك انت، ده هي بس اللي بايته معاك. انت بتديها من انت؟ عليا النعمه. ما انا فاكر انا ما خرجتش من البيت من ايام العدوان الثلاثي. العدوان الثلاثي؟ ما خرجتش في حرب اكتوبر؟ كنت لسه صغير ما معاش عليها. بتعملها حلو قوي. ايه ده؟ انت بتقول ايه؟ بيقول لك ما خرجش من ايام العدوان الثلاثي. مساء الخير. مين؟ لا ما تشغلش دماغك، ده بوليس. خضتني، افتكرتك بتقول بوليس. ده بنت عسل، عسل. خير ورشاد وبدوي فين يا احمد؟ ما اعرفش حد بالاسامي دي. اخوك حنفي يقول انك تعرفه. حنفي ده سبب المصايب، كذاب. انا ماليش دعوه بحد، ومحدش له عندي حاجه، وما اعرفش حد. امال خطفوا مراتك ليه؟ ما اعرفش، ما اعرفش. محدش يتحرك مكانك. ساعدني يا احمد عشان اقدر اساعدك. مش عايز من حد حاجه. سيبوني بحالي يا اخي، سيبوني بحالي. ايه اللي بينك وبينهم؟ بطل عياط واسمعني. سيبني بقى، سيبني. اقف عندك. سيبني بحالي. اقف عندك. ازيك يا احمد؟ خالد ورشاد جولك ولا لسه؟ اوعى تكون سلمت لهم الفلوس. ايوه جم وهسلمهم الفلوس. هيبقى اخر يوم في عمرك. الفلوس دي انا دافع 8 سنين طويله جوه السجن من عمري لحقي. سيب سيب. لو سلمت له فلوس هيقتلوك وهيقتلوا دوعه كمان. امتى؟ هتقابلهم امتى وفين؟ امتى قبل الزمن ما يجي؟ علي مساء الخير. انت لسه هنا؟ نسوان؟ دول نسوان؟ دول ملكات جمال قلعة الكبش يا باشا. الواد كان له بنية في عيني. هي باظت ولا حاجة يا باشا؟ ازيك يا مولى؟ الحمد لله. اهلا يا عمي، اتفضل. امال عامله فين؟ هكون فين يعني يا ست ماما في يوم زي ده؟ هو المطبخ طبعا. كل سنه وانت طيبه يا حبيبتي. وانت طيبه يا حبيبتي. هو بال كل سنه يا روح. ميرسي قوي يا بابا. انتوا واقفين ليه؟ ما تتفضلوا جوه. هشوف انا الدكتور. تعبتك معايا ملمونه. بسلامته جوزك لسه ما شربش. وطي صوتك اخته، هو تسمعك. ما كمان جليطه وقله ذوق منه ان يعزمنا وما يكونش موجود. وطي صوتك. شريف زمان جاي يا بابا، مش معقوله يبقى عارف انكم جايين ويتاخر. خليك محضر خير، احنا جايين البنت مش جايين هو. معقوله؟ معقوله العيشه اللي هي عايشاها دي؟ بابا كل سنه وانت طيبه يا بنتي. امسكي وانت سايب يا بابا. خدي. ايه ده؟ هيكون ايه؟ شيك ب 5000 جنيه. بمناسبة ايه؟ من غير مناسبة. تعتبريه إعانة فقر. روحي اصرفيه، اشتري لك فستانين ثلاثة، اشتري حاجة لنفسك فيها. أنا مش محتاجة حاجة يا بابا.
شريف مش مخليني عايزه اي حاجه. الكلام ده تقوليه لحد تاني، انا لا. معقوله اجي ثلاث مرات ازورك الاقيكي بنفس الهدوم دي؟ عبله موسى، عبله موسى اللي كانت الناس بتتحاكى بجمالها وشياكتها. وطي صوتك، خد انا قايمه ساعه جنونه في المطبخ. هاي. لا يا بابا ميرسي قوي. انت تخرفي خالص. اللي مريح ضميري من ناحيتك حاجة واحدة بس، إن أنا ما كنتش موافق على الجوازة دي من الأول. يا بابا كفاية بقى، شريف ما فيهوش أي حاجة تتعيب. لا، في عجرفة الفقراء ولنات الحيلة. وما تنسيش إنك أنت محسوبة عليا. أنت اسمك عبلة موسى. وبرضو أنا حرم المقدم شريف بركات. يلا. يلا اطلع عند غير هدومي. اطلع أنت لحد فلاك هنا. بقولك يلا. مساء الخير يا رجالة. مساء النور. ايه ده؟ جايب حرامي ومكلمش معاك كمان؟ أما عجيبة والله العظيم، أنا مش فاهم، مش عارف إيه اللي بيضرب الدنيا دي. يعني خلاص كل الكركونات والسجون اتملت في الأرض عشان يجيبوا الحرامية يبيتوهم في بيوتهم؟ وعليه انا اطلع السلم احسن. مساء الخير يا عمي. مساء الخير عليهم. انا في القباه عمبر واحد زيزان 24. بقول لك انا في القباه، مد ايدك وخدها تاني خليك حل. ايه ده؟ ايه اللي عمل فيك كده يا شريف؟ ومين ده؟ مسجون. وده بيعمل ايه هنا في بيتي؟ هغير هدومي واخده ننزل على طول. اهلي حماتي. مساء الخير يا تاني. كده عملت حاجه قدامي؟ قدام. طب قول لهم يعملوا لنا شويه خرمان. منى اعمل له شويه سم هاري يشربهم. قدامي. ايه تعالى انا اهو. خش قدامي موسى. ماما خيريه فوقي. قسما عظما اسمع صوتك او تتحرك من مكانك ليكون اخر يوم في عمرك. انا كلمته ولا فتحت بقي ولا هو افترى وخلاص؟ اتكتم خالص بقولك. والله زمان. ماما بابا سيبينا في حالنا، احنا اللي فينا مكفينا. يا عيني عليك وعلى بختك الهداب يا حبيبتي. يلا يلا بينا. خليك انت قدامك سكه من اتنين، يا اما تقنعيني هو يسيب شغله ويجي انا امسكه شركه من شركاتي، يا اما تسيبيه وبيتي مفتوح لك في اي وقت. انا على اخر الزمن هحط ايدي في ايد مجرم. وصلت صوتك ليه تسمعنا؟ ما حصلت يا شريف، تقلب لي البيت تخشيبه. وفين جوازنا بقى؟ بدل ما تدخل في ايدك كده يا جايب لي مسجون. يا عبله ارجوكي مش كده. لا بقى يا شريف، عبله عندها حق. ما تتدخليش في موضوع زي ده، نجرع منه الشاي. يلا خلصيني. انا ايه خايفه من ايه؟ يلا. وهيشرب شاي في بيتي؟ هي انت هتجنن يا شريف. مين؟ تسلم ايدك يا قمر من يد من اعدامه. محسوبك حنفي القباه. نعم حنفي القباه مسجون.
ومش متجوز، بس ان شاء الله طالع افراج بعد 22 سنة. وانتي؟ ها؟ انتي اسمك ايه؟ انا؟ ايه مالك متاخده ليه؟ عادي عادي. ما قلتليش بقى انتي اسمك ايه؟ منى. منى منى، عاش الاسامي يا منى. انتي بتقرب لهم؟ انا اخت شريف. اخت شريف؟ ما جاب لي السيرة العفريت ده. انتي متجوزة؟ لا. معقول؟ حد بالحلاوة والجمال ده متجوزة لغاية دلوقتي؟ ازاي يا منى؟ انت عايش لنفسك ولشغلك بس، عايز تثبت لنفسك ايه يا شريف؟ انك ما تقلش عن كل اللي حواليك وعلى حساب مين؟ حياتي انا؟ انا خلاص ما بقتش قادر استحمل. تقلب لي بيتك شيف يا شريف. سبحان الله سبحان الله. ايه في ايه؟ مستحيل، مش ممكن. الخالق الناطق ايه؟ هي مين؟ حب كبير. انت مش اسمك منى؟ هي كمان كان اسمها منى، خطيبتها الله يرحمها ماتت في حادثه عربيه كرو. عربيه ايه؟ كرو. صوره تلقى الاصل منك، كل حاجه فيك بتفكرني بيها، جمالك، رقتك، عينيكي، لمسه ايديكي. كنت اول ما اشوفها اخد ايديها من ايديا كده احطها على شفايفي كده. ساعتها لون الدنيا كان بيتغير واحس براحه غريبه غريبه. كنت لما اكون متضايق ولا تعبان اروح حاطط دماغي على كتفها كده احس ان انا عيل صغير عيل صغير وعايز انام. انا عارفه كانت هي بتعمل ايه بقى؟ كانت بتحط دراعتها حوالين رقبتي كده. ايوه حط دراعك التاني. ايوه كانت بتعمل كده بالظبط. بعد كده ابص لشفايفها عشان تسقيني من حنانها. بالظبط هي كانت بتبرق كده برضه. يا ابني بسم الله الرحمن الرحيم، لا اله الا الله. ده لا يمكن تكون بني ادم. انا هفهم حضرتك يا باشا انت فاهم غلط، ما اصل اخت حضرتك تعبانه ومعقده كلها مشاكل، ما صدقت لقيتني يا عيني بتحكي لي على مشاكلها. كان بيقول لك ايه؟ الكارو. الكارو اسمع، عندها مشكله كارو بقى. انت مالكش دعوه بيها، ما تجيش ناحيتها خالص، مفهوم؟ ماشي يا باشا ماشي. وحياه بابا ما انا قاعده لك في البيت ده يا شريف. بالسلامة والقلب ده عيلك. مالك يا عبلة في ايه بس؟ اسألي محروس اخوك. الشنطة بتاعتي فين؟ الشنطة ايه بس يا عبلة؟ يا عبلة عندك انت حطها فين؟ لا احد يكون في علمك انا مش رايح بيت ابوك علشان ارجعك. مش ده لو كنت عايز ارجع لك من اصله. ايه يا جماعة؟ ايه يا جماعة؟ انتوا كبرتوا خلاص، انتوا صغيرين على الحاجات دي، ما تصحش كده. مش قاعدة في البيت ده، يعني مش قاعدة في البيت ده. في 60 داهية يا شيف. ايه؟ انت كلم مراتك كده يا شيف. ما انت سامع بتقول ايه؟ طيب. عندك انت؟ اوديها لك فين؟ وديها الأوضة عشان ألم هدومي. قدامي. طيب يا شيف، أنا تقول لك 60 داهية عاملة؟ ما تقولي حاجة لأخوك يا منى عقليه. طب هي مجنونة، تقوم تعمل عقلك بعقلها. ما تعقل أمار يا شريف. دي عاملة بتحبك. بلا حب بلا زفت. قولي لي. الواد حنفي ده كان بيقول لك ايه قبل ما اخش؟ لا انت عايز عايز الحق. الغلطه غلطتك، انا مش عارف انت مستحملاه ازاي وعلى ايه. بقرع ونزهي على راي المثل، اخي عريان مش عارف ايه يحب ايه. ايه ده؟ لا وفوق كده ايه؟ نكدي نكدي قوي. انا عارفه الغلطه غلطتي، انا من الاول اللي رضيت اني اتجوزه.
معلش ملحوقه واللي كسر يسامح. هو مش عارف انت مين ولا ايه؟ مش بس الزمن الاخضر دي بتجيبوا فيها خضار دي ولا ايه؟ عايزه دي؟ لا دي بتاعته هو. مش عايزين من ريحته حاجه. بس حاجه تاني؟ الحاجه اللي في الحمام. يلا بينا ناخدها. حارق النار في جتته ما سيبلوش حاجه. عيشه تقرف وحاجه تقرف. بلاش العصبيه دي. طيبه بنت موسى اللي في دماغها في دماغها مصممه على الطلاق مخها ده مرطوشه قديمه يا جدع. اتكل على الله وابعتها المأذون. يلا هي مسألة عند. طب انا مش هطلق واعلى ما بغيرها تركب. لا بقى كده هتدخل نفسك في اواضي ومشاكل ودوشه ما انتش قدها. اسمع انا هكلمها لك وزي ما دخلت المعروف تخرج المعروف. ها شايفه وتقولي لي بتحبك بنت خيريه مصممه على الطلاق. والله انت صعبان عليا. انا مش فاهم ده جنسه ايه. اقول له خش رضيها بكلمتين يقول لي ما تلزمنيش. ده اصل ايدي جت على البتاع فالبتاع جه على البتاع فالبتاع عمل البتاع. بتاع ايه؟ البتاع بتاع البتاع. نسالك حاجه تاني؟ لا يلا بينا خلينا نسيب له البيت ونمشي بالقلب الدماغ. ايه رايك بقى انها كبرت في المي خلاص ولازم تطلعني دلوقتي؟ مش هطلعك والبيت هسيبهولك. اشبعي بيه شريف. عبله انتوا مجرالكم ايه؟ انتوا عمركم ما عملتم كده ابدا. انت تسكتي خالص ما تدخليش في المسائل دي لحدك على وشك. انت مالك انت تسيبهم يتفلقوا وتتنينوا مع بعضهم؟ اللي بقت عيشه دي كل شويه زعيق ونكد. دي عيشه بقت تقصر العمر يا شيخه. يلا بينا يا عبله. تعالى هنا انت رايح فين؟ انت بتقتلني ايه؟ طلقني طلقني. الكلام مش هيكون معاك. الكلام هيكون مع اهلك. ماشي انا شايف بقى ان العيال خلاص خالص. ماشي خربتها وقعدت على تلها. في الزقوم نشوف شغلنا. يلا بينا على الجاره. ماشي يلا. الوقت بيمر ومحدش ظهر. الغايب حجته معاه باشا ما تقلقش. طب ما يمكن راحوا حته تانية. لا لا ليه؟ وطي صوتك الحته مليانه نضرجيه. لو سمعونا مش هنطلع من هنا سلام. جالك مين انه مش هيروح حته تانية؟ ده مؤاخذة ده الدولاب بتاع الواد بدوي اللي بتتلم فيه الصحبة. دولاب من اياهم؟ الخن اللي بتعاطوا فيه المزاج. دولاب ماكس ولا دولاب بودرة؟ هو زي ما تقول كده سوبر ماركت. بودرة على ماكس على جميع انواع الكيف. واللي مشغلها البيت نوسة جو بتاع بدوي عشان كده جايين جايين. ما تقلب سجارة باشا كده يجيبك ثواب. سيجاره باشا. الواد ده انا ما شفتوش هنا قبل كده ابدا. هو ده الصنف الرايج اللي من دول يا معلمه. لموا العمليه شويه مش عايزين ريحتنا تفوح. مالنا يا معلمه؟ احنا عملنا له فيش وتشبيه وكافة التحريات. ابوه شغال في الخليج واللي بعت له الكافتير يكفيه. لا مؤاخذة باشا انا عايز اكلمك في موضوع مهم. اتكلم. انت مزعل مدام ليه؟ انا اللي مزعلها ولا هي اللي مزعلاني؟ يبان عليها بنت ناس وبتحبك. ما اقدرش انكر انها بتحبني بتموت فيا كمان. احنا واخدين بعض على حب. كانت هتعادي اهلها على انت جننت. انت ازاي تدخل نفسك في موضوع شخص زي ده؟ انا بنورك يا باشا. شوف اما اقول لك الست من دول يا تملى دماغها بالكلام يا تملى عينيها بالفلوس. وانت ولدها لا فنجري بق
ولا حيلتك اللابة. هتستحملك على ايه؟ بدوي. ايه؟ بدوي. وادي خيد ورشاد وراه. لسه بتشرب خل انا؟ يا ارمية معلمي. بيض. بودع اهلك. يلا بينا. مستني ايه؟ استنى هنا. رايح فين؟ اللي فيه ده ما يبطلوش. خليك مرزوع هنا لحد ما ارجع لك. خلي بالك يا باشا، هو ده اسمه بالانسو جوه ايده مرزبة. الله، تسلم ابو الرشد. التعميره بتاعت النهارده عاليه قوي. ابدا والله يا خايف، بتاعت امبارح كانت احلى. انت احلى من الكل. يا ابني حرش الحجاره شويه. بالهنا والشفا. رشاد وبدوي وموسى، والله وقعت ولا حد سمع عليك. سلامتك يا صابر. اسم الله عليك. يسير الحي تلاقى خيري. ضاع مرات اخويا فين؟ الحفظ والصونه وابها. ازيك يا رشاد؟ بغص العربيه؟ وانا كنت بغص مرسيدس يا خيري. دلوقتي يتصرح. لا بقى، احنا مش عن الصالح. ما تقوم انت ونشيل عن بعض شوية. اه اسمع، خده واطلع بره واقفل الباب عشان ابقى احبك انا بقى. يلا بينا خير. سيب انا العيال الصيع دي ويلحق خير ورشاد يا باشا. احبس نفسك كده لغاية ما ارجع لك. ماشي يا باشا. ازيك يا اسماعيل؟ انت جيت امتى؟ تعالوا بقى ورايا، انتوا اللي جبتوا روحكم. ايه
اطلع بني ادم. استنوا بقول لك دوسوا. الباشا يا ولد الكلب ده عودة هتودونا في داهية يا ولد الكلب. الباشا يا ولد الكلب. ليه باشا كده يا باشا؟ الله ده انت بسبعة رواحة باشا. مش فاهم الواد اطلع لنا بالامن وسيبه وايه اللي خرجه من السجن اساسا؟ ده احنا كنا ضايعين ضايعين. اللي هيجنني ايه اللي قدام الشمع المغربي؟ كان بيعمل ايه حنك مع ضابط المباحث؟ حنك؟ يكونوا مش حاملين علينا قنبينة هما الاثنين وكانوا هيتقاسموا في الفلوس. حنك مش سهل. اسألنا انا عليه. الفلوس لسه في امان مع الواد احمد اخوه. وتضمن لمين يا خيري؟ لو مالي ايده من احمد اخوه كان عملوا طقم يصطادنا بيه وما كناش شوفنا خليته من اصله. يبقى لازم نتصرف بسرعة قبل ما يتلام على أخوه ويلعب بدماغه. شوف يا رشاد، لا حنفي ولا مليون واحد زي حنفي هيقدروا يلعبوا بدماغ أحمد طول ما معانا كلب الكذاب. مش كده؟ مظبوط يا خيري، معانا البيت يبقى هنبصر بالواد. ما اكدبش عليكم، أنا ابتديت أخاف. عشان جبان اللي يخاف الأيام دي ما يعيش يا بدوي. ولا ايه؟ بقول لكم ايه؟ بقكم ما يتفتحش بكلمه واحده. انتوا تسيبوني من ليه؟ وانا لله في لله ما بقبلهوش. هي كلمه واحده ورد غطاها اللي هقولها له. افرض ما رضيش. ما رضيش؟ ده انا عندي بدل المحامي 10 يوريهم النجوم في عز الظهر. بس يا بابا. بس ايه؟ حنيتي تاني؟ امال احنا جايين هنا ليه؟ عيني عليكي وعلى بختي. قصدي بختك الاسود يا بنتي. انت هتنوحيلي يا خيريه؟ انا ناقصك. قلت ايه يا عبلة؟ اللي تشوفه يا بابا. اللي تشوفه يا بابا. يا منى من فضلك شريف هيتاخر اكتر من كده. اهدى بس يا عم، على ما تشرب قهوتك يكون جه. مش عايز اشرب حاجه. طب اعمل لك شاي. مش عايز شاي. بابا منى مالهاش ذنب. انا بجد. وطي صوتك. ثانيه واحده شريف. اخويا ماله شريف؟ انت بموت. انت قاعد بتتني كده ليه؟ قوم فز وقوم ضرع هتقطم. شريف هو جرى له ايه؟ انت عملت فيه ايه؟ مالك يا شريف؟ رد عليا. قلقان عليا يا اختي؟ دلوقتي فوق وترزع على عباد الله زي عواده. روح هاتي لي كوبايه ميه واعملي لي سحله. اتحرك يلا. مش انت شريف؟ موسى اللي بيجري ده؟ ايه اللي في ايده ده؟ ده بعيد عربية. ما هي مجاربكم السودة. انت بتزعل ايه؟ اسمع يا جدع، انت مالكش دعوة بيا خالص. انتوا تبعدوا عني. انا غيرهم عليا. وده وقته لما يفوق نبقى نرجع له. فوقي. يلا يا عبلة. يلا يا عبلة. يلا يا عبلة ايه؟ انت راجل انت ما عندكش لا دم ولا نظر. عايزة تهرب وتسيب جوزها في حالة زي دي؟ عبلة بنتي ملهاش أي علاقة بيه. أنا كنت جاي هنا أطلعها منه. وطلعها منه ليه؟ طلعها منه ليه؟ عيب والباشا. شريف عمره ما كان لها ولا هي كانت ليه. وأنتوا كنتوا تقدروا تحصلوا على ضيف واحد زي شريف؟ ولا عشان ربنا ما يدفعكوا عشان فلوس هتبيعوا تشتروا؟ أنت بتمد إيدك عليا يا ولد؟ أه. وأفتح دماغي كده. يلا هيموتنا يلا هيموتنا 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 انت جننت. ماما ماما قولي ما عتبوش هنا تاني. ولو شفتكم انا هقطع رقبيكم. فاهمين؟ حاضر. يلا ما تقولناش. حاضر حاضر. يلا اطلع فين؟
ترازع هنا جنب جوزك لحد ما يفوق. يا علي ده بيحبك. عبلة يا عبلة. فوقي فوقي. ماما ماما عاجبك كده؟ يلا يا عبلة فوقي فوقي. لسه قاعدين؟ يا موسى يا موسى. انت بتدور على ايه؟ مفتاح الزفت ده. هو ده؟ سبحان الله، مع اني فتشته 100 مرة. كملي جميلك بقى وفكلي البلوة دي. كده يبقى ضاع. على ما تفرقش، لما يصحى اخوكي قولي له ما يقلقش عليا. ها؟ السلام عليكم. انت رايح فين؟ مشوار وراجع. عايزين نبقى نكمل كلامنا بتاع الكره. ها؟ يا بابا جمعة. مين؟ سي حنفي. يا ابن مالك بلمت كده ليه؟ زي ما كنت شفت عفريت. لا ابدا، وده معقول؟ الحمد لله على السلامة. ده حتى لو الاستاذ احمد اخوك شافك هيفرح قوي. لا شيخ. تشرب شاي معايا؟ ما يضرش. أنا فين؟ منى؟ منى؟ شريف، الحمد لله على السلامة. ارتاح ارتاح. أنا إيه اللي جابني هنا؟ حنفي هو اللي جابك امبارح بالليل. وعبلة برضه ما اتصلتش؟ دي جات امبارح هي ومامتها وباباها وحنفي طردهم. طردهم؟ طردهم إزاي؟ يا ريته طردهم وبس. عمل إيه تاني؟ ده ضرب عمي موسى على قفاه. أحسن. على قفاه؟ ده خرج من امبارح بالليل ولسه مرجعش. خرج؟ خرب بيتك يا شريف. عمك فين يا جمعه؟ انا رحت له البيت ما لقيتوش. احمد اسم الله عليك يا احمد. ما اصل ما جاش الورشه من امبارح. بقول لك احمد فين؟ اسمع يا ادم، اقول لك انت عارف ان معزتك عندي معزه احمد اخويا وطول عمره سره معاك. انت لقيه فين؟ معرفش معرفش. انت يا ياض لقيه فين؟ الحقوني الحقوني. انت يا ياض الوقت بيمر، احمد وضوع هيروحوا في داهيه هيموتوا. انت يا ابو خلصني. احمد خد لهم الشنطه اللي كنت قايل معاه وهيروح يقابلهم. امتى وفين؟ العصريه عند مخزن السكه الحديد. بتعمل ايه تحت البنك؟ ايه هنكون بنعمل ايه يعني تحت البنك؟ وكمان اهلي انت رايح فين؟ سيبيني في اللي انا فيه، انا لازم انزل حالا. انا مش ممكن اسيبك تنزل وانت في الحاله دي. يا منى ارجوكي، انا مستقبلي في خطر. حنفي هرب مني، عارفه ده معناه ايه؟ معناه اني هتقدم لمحاكمه عسكريه. ما تقولش كده يا شريف. اقول اكتر من كده، انا هبقى مسخره وسط زمايلي وفي الداخليه كلها. انا خلاص ضعت انتهيت. فتحت باب الشقه ازاي؟ ما حبيتش عليك وفتحته بطفاشه، في حاجه؟ انت جسك ايه يا اخي؟ يا مدبخ انت معاك مالي عينك ولا ايه؟ كنت في اهل المصيبه. لا انت سكت العيال. امال فين؟ ما يلا بينا. بالهداوه كل شيء بقى اوان. امتى؟ لا بقى اخد حمام الاول ومنجه نفسي واخرج احكي لك. ها؟ مش هتفتحي لي لا؟ شريف فكيه. ما تفكي بقى، ما هو قال لك اهو. عايزك تعملي لي فنجان قهوه من ايديك الحلوين، بعد ما اخد الدش المتين اشرب بقى فنجان القهوه من ايديك الحلوه، عشان عايزين كمان نبقى نكمل موضوعنا اللي احنا كنا بنتكلم فيه. لا ايه؟ لا ده انا قصدي في موضوع خاص بيني وبينها. مالكش دعوه بيها خالص.
هو ده لما محمود كده؟ يلا خش خد حمامك عشان ادخل بعديك. تلاش لسه قدامنا وقت. يلا ماشي يا باشا. قدامي قدامي على اوضتك. شريف بيه ساكن في انهي دور؟ ايوه كده من الدور الخامس شقه 53. شكرا. ايه ده في ايه؟ بقالك ساعه في الحمام بتولد؟ وايه ده؟ لابس البرنس بتاعي؟ امال اخرج لكم بالبوص؟ مش هم التجنود في البيت؟ طب يلا يلا. يا منى 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 مينو المقدم شريف موجود؟ نقوله مين؟ خليه عبد الخالق ابو العنين. خلاص قصة الهيئات اللي بقى اتفضلوا. التليفون في عطلان ولا ايه؟ ما بيسمعش. المقدم علاء، العميد صالح. اهلا وسهلا. اهلا اهلا، شرفتونا. شابوا ايه؟ انا متهيألي شفت سيادتك قبل كده. احنا اتقابلنا فين؟ انا برضو بشاب على حضرتك. انا متهيألي اتقابلنا في بني سويف، طرة، في ابو زعبل، في الحضرة. مش بعيدة. انا فعلا كنت بزور بني سويف والحضرة وابو زعبل بحكم شغلي لما كنت بفتش على السجون هناك. بس انا شفتك قبل كده هناك. انا اصلي بقى ايه، مش بزور الحتت دي، انا اعتبر مقيم هناك. ايه ده؟ لا مؤاخذه الدبانه معلش. مظبوطك يا باشا. مظبوط مظبوط. إيه؟ مظبوط يا ولد. ايه مظبوط؟ بعدين بقى يا منى 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 ما هو البواب؟ مبلمه كده ليه؟ اتحركي. ها واخبار الداخليه ايه؟ عاملين ايه في شغلكم؟ يعني ما بتقولوش انتوا اليومين دول. انا متاكد اني شفتك قبل كده، بس فين فين؟ حد يفكرني. خلاص هتشغل دماغك ليه؟ شفتني ولا ما شفتنيش؟ ادي احنا اتقابلنا وخلاص. انت تعرف لشريف؟ هو زي ما تقول كده احنا نسايب، بس اكتر من الاخوان. يا ابني كفايه بقى. لا دي فانا نزل قوي يا ابني. احمد احمد شويه. طب انا قلنا خلاص خلاص يا ابن خلاص. اعمل معروف سبب حلقه. ارحمها وارحمنا. فين علي مجنون يا فندم؟ ده مش مجنون، ده اكيد مجنون. بس الدبان موت ده. ايه ده عندك؟ ايه اثبت معاك. اثبت عندك. الله يخرب بيتك. خير خير باذن الله. في دبانه تانية على كتفك يا باشا. شريف فين؟ ستيرو؟ مين المجنون ده؟ ايه؟ هو عمل ايه ساعتك؟ ده بهتمنا. انت مين ده؟ ده حالة في القبهة ساعتك. اه وانا بقول شفتك فين قبل كده؟ شفتك فين قبل كده؟ ده يرجع السجن فورا وانا قدرت تقدموه. قدموه. ايوه فضل، بس انا لسه محتاجه. ده اخيرا عرف مكان العيال الهربانين. مش مهم، يرجع السجن فورا يا فندم ارجوك. خلاص يبقى تخلص مهمتك وتبلغني بيها اول باول، وبعدين تسلمه لي شخصيا شخصيا. يلا تعالى. انت عملت فيهم ايه؟ ان انا كنت بشيلهم الدبان. ازاي يعني؟ كده باشا. صلى على النبي يا باشا. محدش باين له اثر يعني.
ما ترد يا بني ادم. اما تحمد بقى وده وقته. الحبايب كلهم وصلوا. يلا باشا يلا. الحمد لله على السلامة يا أحمد. ضاع فين؟ الحفظ والصون. سلم واستلم. وين يا ضامري؟ كلمة شرف. حقدك معايا وهتشوفها بعينك. محدش يتحرك مكانك. بسبع البرومبه. انت جرالك يا مجنون؟ يعني ما تضيعنيش وتضيع نفسك. انت ضايع ضايع خيري. فلوس لسه مع اخوك. حط ايدك في ايدي نلحقه ونتقسم في فلوس انا وانت بس. ضاع فين؟ ازيك يا ابا حنفي؟ انت خرجت من السجن قبل ميعادك يعني؟ حسن سن وسلوك ولا ايه؟ ودي تيجي برضو يا ابا. انتوا بس اللي وحشتوني. قلت اخرج اشقر عليكم وارجع تاني. شغلانه الفرن بقت صعبه عليك. انت بدك راحه. هانت كلها كم شهر ويفكوا الحراسه عن الابعديه وكم عماره اللي حيلتنا، وساعتها الاشياء هتبقى معدن وما بقاش محتاج للشغل. طب ابتدى يابا. اعمل لك ايه؟ ما هو اللي ما بيشوفش من الغربال يبقى اعمى. امك وكم اللحم اللي في الاكل دي اعيشهم منين؟ ما انا قلت لك استريح انت وانا الاكل سداد يابا. يا ابني القرش الحرام لا بيدوم ولا بيشبع. خدها سيره وخلينا في المهم. احمد اخويا ليه فين؟
ازيك يا الحمد لله على السلامه. انت خليتني عندي انت بحيث تخليتيهم وانا في السجن. هعمل ايه بقى؟ ما تبصيش حولك انت زيكم. الف بركه. ازيك خالي؟ ازيك ابو سعيد؟ ازيك انت حبيبي؟ ازيك صحيح؟ الحمد لله على السلامه حبيبي، الحمد لله على السلامه. ازيك يا امه؟ مش هتسلم على اخوك احمد؟ عايز مني ايه يا حنفي؟ شنطه فين يا احمد؟ الامانه اللي استعملتك عليها نجوم السماء قرب لك منها يا حنفي. الشنطه دي مربوط عليها حياه واحده ملهاش اي ذنب غير انها مراتي، هسلمها لهم عشان اخلصها من ايديهم. تبقى مجنون. انت عارف الشنطه دي فيها قد ايه؟ فوق ال 100,000 دولار ملهمش صاحب. حتى لو فيها كنوز الدنيا بحالها ما يلزمونيش، انا عايز مراتي. مراتك مش هترجع لك لو سلمت لهم الفلوس. انا هعرف ارجعها. فلوس كتير هتنقلنا كلنا من تحت الارض لسبع سنه. قالوا لي الفلوس فين؟ كلموا يابا عقلوا. يا ايه الحكايه يا حبيبي؟ انا اقول لك يابا، قبل ما يدخل السجن فات عليا واداني شنطه مقفوله وقال لي عينها عندك امانه واوعي طلع بني ادم، وانا من حب ليه شلتها بيه ورموش عليا من غير حتى ما اعرف فيها ايه. لكن قلبي كان حاسس ان وراها مصايب، وفي الاخر طلعت الفلوس المسروقه اللي اتسجنوا بسببها. الفلوس دي انا دافع ثمنها، دي مش فلوسي لوحدي، دي فلوسنا كلنا. ودوع مراتي اللي خطفوها وحطوا حياتها في كفه وشنطه الفلوس في الكفه الثانيه، ما فكرتش فيها؟ قلت لك مش هقدر يمسوها، هما كل همهم الفلوس. فين الفلوس؟ الفلوس فين انت؟ شيل ايدك عن اخوك. يابا الفلوس دي بتاعتنا، حقنا، دي اللي سابكم في الدنيا. الله الغني عنها. شعره من راس مرات اخوك بتساوي الدنيا واللي فيها، شيلك عنه. اجري اجري اجري، رجع الفلوس وافدي مراتك. قلت لك اجري. الفلوس سيبني يابا، سيبني. مش هتخرج وراها الا على جثتي. قلت لك سيبني يابا. بتمد ايدك على ابوك يا حنفي. كنت تهرب انت كمان عشان تكمل. هتفضل موقفني كده كتير؟ انا جعان. ايه بقى شمالك؟ لا مفيش. اوعى تنخ او تطاطي تاكل رقبتك. تتكلم عن ايه؟ عدينا يا باشا. يئست. اسودت الدنيا في عيني. اديها ظهرك تجري وراك. مع عصلجه. اديها بالجزمه. هي مين؟ الدنيا. تعبت. فشلت في شغلي. وفشلت في بيتي. مفيش مشكلة ملهاش حل يا باشا. مش لاقي لها حل غير اني ارجعك السجن واسلم القضية لضابط تاني. ليه يا باشا كده؟ انت حتى كده تبقى ضعيف، والضعيف ملوش مكان في دنيتنا دي. والكلاب، الكلاب اللي مش قادر اوصل لهم. انا معرفش السكك المقفلة يا باشا، هنوصل لهم ان شاء الله. هنوصل لهم. بتحبها؟ ايه مين؟ في حد غيرها؟ ست هاني ولا معلم؟ رد عليها. طيب كلمني زي ما بكلمك. بتحبها؟ وانا لما كنتش بحبها كنت اتجوزتها. وانا بقى يا باشا متاكد تماما ان هي رخله بتحبك. مش عرفها من اللي لهفتها عليك وانا داخل بيك متشال ومتداول. صح، حنفي عنده حق يا شريف. وانا ما تدخليش انت في الموضوع ده.
باشا انت غشيم وما بتفهمش في الحريم، حاسب على الفاظك. اقعد بس يا باشا واسمعني كويس. اي واحد في الدنيا دي بيتمنى ان هو يحب ويتحب، وانت والهنا بتحبوا بعضيكوا، عايز ايه؟ الفرق اللي بيني وبينها تعبني. ايه الفلوس يعني؟ الفلوس بقت مع اي حد الايام دي، وزي ما بتيجي زي ما بتروح. الراجل ما يعيبوش غير عيب واحد يا باشا، العيب ده انت عارفه وانا كمان عارف. العيب ده فيك يا باشا. حالك انا مصدقك يا باشا، مصدقك. يلا روح هات مراتك. يلا بس. بقول لك حنفي عنده حق، عبلة بتحبك وانت بتحبها، بتعاند ليه؟ يلا باشا يلا، احنا ورانا شغل كتير، وانا هستناك هنا انا ومنى لحد ما ترجع. انت مش بتعرفي تلعبي صلح؟ ايوه. صح، مالكش دعوه بمنى، وهتيجي معايا. اجي معاك في ايه؟ هنروح نجيبها، وتعالى اشوف لك هدم عليها لقيمه تلبسها. ما بلاش. في حفلة النهاردة كمان. حلوة الشكايات ها؟ لو أكون حد شاف عليك، أنا مش عايز إحرام. ايه اللي هتعمله ده؟ هشرب. أنا عطشان، عايز شوية مية، مش دي قلة برضه؟ قلة؟ أنت عارف دي تمنها كام؟ إيه كده؟ بريزة كبيرة بكتير، مش قلة. بريزة كبيرة؟ دي فازة سافر من القرن ال 18، تمنها أكتر من 90,000 جنيه. 90,000 جنيه؟ نعم يا سيدي. إيه اللي أنت عملته ده يا مجنون؟ القلة دي 90,000 جنيه. ده إحنا مقطعين بعض على ملاليم. 90,000 جنيه. ايه راح فين؟ مش شايفني واقف؟ ولا احنا يعني مش قد الباب؟ يلا ما تبحرقش. ايه ده؟ انت بتهبب ايه؟ حدش والله. بقول لك بلاش يبقى ريق. انا ما تجننيش، انا مش فايقلك. ماشي، انا مايلها لامي. طبعا يا زنوكو. يلا وراها مستنيين. طب تترزي هنا، ما تحركش لما اجي لك. ماشي يا باشا. ازيك يا سهير؟ سهير مش تجننا يا سهير؟ ازاي حضرتك غلبت؟ انا ما اسميش سهير. بس اتجننت برضه. هتيجي نتجنن سوا بقى. ها لازم بوفيه يكون جاهز بعد نص ساعه، في شمبانيا ولا لا؟ هدي اعصابك يا خيريه، كل شيء من الهداوه. ايه يا ابن حبيبي؟ انت ما عندكش نظر، مش تلغيني؟ نعم. نعم ايه؟ نعم الله عليك. ايه نعم دي؟ بتفتح نفسك. اه يلا امشي، انا اتجنك. اقعد هنا. حاضر. يلا امشي. مين ده؟ احتمال يكون اخو خيريه اللي عايش في امريكا. ده بيقولوا عليه مالتي مليونير. شرفناك بحضرتك. ايه لسته كده؟ اللي مشيته كده يوديك لين ده اللي ساعدنا. ما تشرفناش بحضرتك. حلفي، حلفي القباه. نعم؟ حلفي القباه. حضرتك بتشتغل ايه؟ متعاهد. متعاهد؟ متعاهد ايه؟ في مصلحة السجون. عايز ايه؟ عايزك انت يا عبلة. شبعت من الكلام ده. ارجوكي سامحيني. ارجوك انت طلقني ويهون عليكي حبنا يا عبلة.
ما تحاولش تأثر عليا. طلقني يا شريف. في ايه يا حنفي بيه اكتر من ان طبقة الاذن تتخرم؟ دي مسألة في منتهى الخطورة. الاذن اتخرم؟ ما انت حق عليك، ازاي تسيبهم يخرموه؟ يبقى فين الشبابيك وانت خارج؟ ها؟ مين اللي خرم؟ بلد دلوقتي بقت اي حاجة فيها تخرم بسهولة. ايه الاذن ده؟ ولا نسبة التلوث في القاهرة اللي بقت 10 أضعاف المعدل العادي اللي ممكن يعيش فيه أي بني آدم. طب ما تهجوا منها. ونروح فين؟ روح أبو أتاتا. فين؟ أبو أتاتا فيهاش أذون. أذون اتخرم؟ قال لي يا ابن خالتي مرة اتخرم من الأذون كنا ظاهرين. فكدر بقى عيني، كانت أمه بقى مربية أذون فوق السطوح. خرم هو الأذون من غير أبوه ما يعرف. أبوه جه من الشغل لقى الأذون مخروم. قال له علقة. يا عبلة أنا بمر بظروف صعبة ومحتاجك جنبي. وأنا مين يقف جنبي؟ أنا كمان بمر بظروف أصعب 1000 مرة من ظروفك وأنت السبب فيها. أنا يا عبلة؟ أيوة أنت، معيشني برحيم، حتى الشيء الوحيد اللي أنت قادر عليه حرمني منه. أنا ما حرمتكيش من حاجة يا عبلة. لا يا أستاذ، حرمني من أبسط شيء وأهم شيء تتمناه أي ست. مش فاهم. حرمني من الخلفة. وأنا قلت لك ما تخلفيش. وأخلف إزاي؟ بالمراسلة. عبلة! بقول لكم كده، على العموم انا هبعت لكم عنواني تيجي تقضوا عندي 2 3 براحتكم. يا امي بتاع الاذون انت تصرف الاذون. موسى ايه ده؟ ايه مالك؟ حد كلمك؟ مش ممكن، مش معقول. انت تالت وهنا؟ اعلى موسى اعلى، ما تهورش اعلى، ما تهزل المجنونه مراتك. ده انا هخليهم يقطعوا حتت. ما تقتلنيش يا موسى، هرجوك طلقني كده. طب يا بنت موسى وادي الاول. على خلنا ميادين المعركة دي نادلنا، واحنا نودعك
لها اشاعات تعرفوا تعملوا كده مجنون هوبا اصحوا اللون يلا ندشدش كم مليون 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 شريف معاك دعاء لقيتوها فين ايه طيب انا جاي حالا على الحالة دي وانطبق عليها أوصاف البنت المخطوفة علشان كده بلغت سيادتك على طول ظهر ان ثقتي فيك ما كانتش في محلها يا شريف انتهت علاقتك بالقضية دي من بكرة هكلف بيها ضابط تاني ودلوقتي حالا تسلم المسجون اللي كان معاك حاضر فن. حنفي هرب قتلوا ضوع يابا لو مرمية مقتولة في الشارع عشان ما كنتش بيصدقني لما كنت بقول لك الدنيا تقل خيرها ابو سيدك يابا قول لاحمد الاقيه فين قبل ما يحصلها حنفي الحق اخوك يا ابني هيقابلهم بعد شويه عند الباب الوراني للاستاد اسمعني كويس يا باشا قدامك خمس دقايق مش اكتر تكون عندي دي اخر فرصه لينا عشان نصفي حسابنا مع العيال قلت ايه اجيلك فين ثواني وهكون عندك ما تتنقلش من مكانك الا لما اجيلك ناوي تعمل ايه؟ هاخد طاري بايدي انت مش هتعمل حاجه خالص هات المطوه قدام البنت اللي راحت يا باشا دم ضاع ايه؟ هروح هضر ما تخليش الغضب يعمي عينيك هات المطوه مش قبل ما اخد طاري بايدي دي مش غابه في قانون والقانون انا اللي بمثله هنا قانون ايه اللي انت بتمثله؟ البنت ماتت القانون ده تروح تمثله عند مراتك اللي انت مش عارف تحكمها يا وضيع يا حقير يا ابن الفران
فعلا يا احمد. اركب. بقول لك دوها فين؟ هو هيفلت من هناكوا. وصلوا. أنا معاك، ما تخافش. الأحسن تروح تصير يا أحمد، أنتوا سهرتوا جنبه طول الليل، وأنا هتصل بيكم أطمنكم. امسك. يلا يا حبيبي. على فين؟ هرجعك مطرح ما جبتك، وعد على مديريه الامن اقدم استقالتي. عايز تسير انت استقيل. انا مش راجع قبل ما اصفي حسابي معاهم. انت مش قدهم. دول قتلوا مرات اخوك، واخوك كمان راقد بين الحياه والموت. اخويا هيعيش يا باشا. ان شاء الله هيعيش. الو، صباح الفل يا باشا. مين اللي بيتكلم؟ انا خير. اسمعني وما تعليش صوتك عليا. شنطه الفلوس اللي مع حنفي او معاك لازم توصلني، والا هخليك تطلع عليها القرفه يوم الخميس الجاي. بتتكلم عن مين؟ عبله مراتك. واذا ما كنتش مصدقني اسمعها بنفسك. شريف الحقني يا شريف، هيقتلوني. عبله، عبله قدامك ساعه تجيلي فيها دار ترعة المنصورية من ناحية سقارة لوحدك.
ومعاك الشنطة طبعا. ده لو كنت عايز تشوف المدام وهي لسه فيها الروح. شريف سلام يا باشا. الو ايه في ايه؟ خيري خطف مراتي كله منك. انت بتقول ايه؟ شنطة الفلوس فين؟ بتتكلم عن ايه؟ بقول لك شنطة فلوس فين انت؟ اتكلم. حنفي انا ماليش في الدنيا غير عبلة مراتي. يرضيك يحصل لها اللي حصل لدعاء واحمد اخوك؟ قول لي حنفي فين شنطة الفلوس؟ هجيبها لك يا باشا.